ما كانش ممكن ان يمشي لاعب اخر يستدرك في هذا الوقت هذا اللي فيه الضغط كبير. يا شوف شوف كاين شي حاجه سميتها القدر. شوف لو كان يمشي شكون هو هذا اللي حنا مضمون 100% لا بالنسبه لنا حنايا ولا بالنسبه للاعب اللي يسجل. يمكن احسن واحد اللي كيسجل اللي هو التخصيص هو جبران. جبران ضيع في المباراه وبالتالي كنظن انه من اللاعبين كانوا خيارات يعني كان تحديد ديال اللاعبين. اعطيت التعليمات اللحظه ديال ضربه الجزاء ولكن غولي قرر على انه يسجل مع الاسف وقت سجلت كدا على جوج ديال النقاط وهذا ماشي يعني النهايه ديال المطاف او لا خاصه نبكي على جوج ديال النقاط. صحيح انه مهم بالنسبه لنا في التتمه ديال الدوري والتجميع على النقاط بالنسبه للمطاف ولكن ما ننساوش على انه غولي هو ضيع فحتى هو تيكون واحد العمليه كبير بالنسبه لنا هو يسجل الهدف ديال الاسبوع الماضي اهداف اخرى وبالتالي حنا ما خصناش نوقفوا على هذه النقطه ضربه الجزاء اللي كانت ضيع. خاصنا نزيدوا نشتغلوا على الاهداف الاخرى اللي كانت واضحه واللي كان ممكن ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.